السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا تلاميذ الأعزاء الصلاة على شفيع الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الفيديو سأقدم لكم تلخيص نص المطالعة الموجهة إنسان ما بعد الموحدين. هذا التلخيص يقول: الوراثة الاجتماعية هي إرث سلبي وتفكير خاطئ ومنهجية العمل الغائب، وهذا ما أدى إلى ضعف وعجز المسلم. وإن نقطة الانكسار ونقطة انعطاف العالم الإسلامي بدأت مع سقوط دولة الموحدين عصر التخلف والانحطاط والضعف، حيث أضحى المسلم أسير الاتباعية والجمود والخمول بسبب إنسان ما بعد الموحدين. فقد تراجعت حياة الفرد الإسلامي كثيرا في شتى المجالات، ويعود ذلك إلى حال إنسان ما بعد الموحدين وما ورثه المجتمع الحالي، ولا تزال صفاته حاضرة إلى يومنا. ولهذا يجب إعداد الإنسان العربي أو المسلم، ولا بد من صناعة إنسان حضارة أولا، لأنه العنصر الجوهري. والمجتمع اليوم بحاجة إلى العلوم النفسية والاجتماعية وكذلك الأخلاق أكثر من حاجته إلى العلوم المادية. والفرد لا يدرك أن إنسان ما بعد الموحدين هو أساس مشكلات المجتمع الإسلامي اليوم، ولا يمكننا التقدم والازدهار واللحاق بالركب الحضاري إلا إذا رجعنا إلى تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة. وبهذا نكون قد أنهينا إلى موضوع آخر. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.